فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن الترمذي. أنا سأخفض قفزة في سنن الترمذي بباب قبله ثلاث أبواب لم نأخذها، سنأخذ الأبواب هذه إن شاء الله يعني بعدين. باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة، روى المصنف بسند كالشمس لأنه متفق عليه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة، وقال أبو عيسى حديث المغيرة ابن شعبة حديث حسن صحيح، بل متفق عليه البخاري ومسلم. هذا فيه دلالة على شدة الاجتهاد في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهادا عظيما، وقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فكان يقيم الليل وكان يكثر من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل ومن أواسط الليل، ثم استدام قيامه إلى أواخر الليل، وأوتر من أول الليل وأوسط الليل وأواخر الليل، واستدام وتره آخر الليل، فكان النبي يقوم، حتى أن عائشة كانت تقوم وتقول: فإني استيقظت خشيت أن يكون عند أحد من نسائي فوجدته ساجدا، ووضعت يدي وقعت على رجليه منصوبتين، سمعت يدعو ويقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن ونحن في شأن. فكان يقوم لكنه ما كان يصل الليل كله قياما. لما قال الرجل: أقوم ولا أنام؟ قال: إني أخشاكم وأتقاكم لله، إني أقوم وأنام. فكان ينام أول الليل ويقوم سدس الليل ويصلي بأبي وأمي، فكان يقوم الليل ويقرأ كثيرا حتى تتورم القدم، وقراءة النبي كانت طويلة. ولك أن تفعل في ذلك أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بأن النبي كان يصلي قائما، فلما حمل اللحم وكان في آخر عمره كان يجلس يقرأ طويلا إلى أن يتبقى من ورده قريب من 30 أو 40 آية، يقوم يقرأها قائما ثم يركع من قيام ويرفع. لما اشتد عليه الإرهاق والمرض يعني صلاها بأسرها جالسا، لكن كان النبي يجتهد وكان يطيل القراءة في قيام الليل، فتتورم قدمه، معنى أنه تتورم القدم من طول القيام معناه أنه كان يقرأ طويلا. حذيفة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت وهممت بأمر سوء، دخل فافتتح سورة البقرة، قلت ينتهي من أو الربع أو جزء ينتهي في السورة، حتى دخل في سورة النساء ثم دخل في سورة آل عمران، وكل ذلك قائما. وابن مسعود قال: قد هممت بأمر سوء، أنه يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم من طول ما قام من القراءة بأبي هو وأمي، فكان يجتهد. فقالت له عائشة: أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني يشكر ربه أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، يشكر ربه أنه مكن له في الدعوة، يشكر ربه أنه جعله من المقبولين، يشكر ربه أنه أعانه على تبليغ ما أراده رب العالمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. نعم. قال أو في الباب كما قال عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة أخرجه النسائي، وحديث عائشة في البخاري في الصحيح، وقال حديث المغيرة حسن صحيح بل هو متفق عليه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا النسائي وأخرجه أصحاب السنن ابن ماجه. الفوائد المستنبطة: على المرء أن يكون شكورا بأن يأتي بالعبادة لله جل في علاه على النعائم التي قد أزداها الله له، وهو من يوم أن ولد إلى يوم الناس هذا، والنعائم تأتيه تترى ليلا نهار صباحا مساء. جواز مراجعة المفضول الفاضل استفسارا بأدب. عائشة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تتورم القدم في القيام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أحب عباد الله إلى الله العبد الشكور، أحب عباد الله إلى الله الذين يشكرون نعيمه. لذلك مدح الله أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، قال: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم قال: شاكرا لأنعمي. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، كثير الحمد وكثير المحمد.
بنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.